هل يريد اتحاد العام التونسي للشغل ان يتنصل من العشريه التي اسماها بعشريه الفساد؟ هو اللي ثابت واللي لا يمكن التقصي منه هو انه الاتحاد العام التونسي للشغل كان جزء اساسي في الاحداث اللي عرفتها البلاد العشريه الفائته، سواء من خلال مشاركاته المتتاليه في الحكومه، وهذا اللي ثابت بالوزراء اللي هم ما تسمين عليهم، ولا نتذكر حتى بالنسبه للحكومه في الاخيره الامين العام مساعد حتى على في الشغل سمير الشتي قال فهمتي صراحه اللي انه لابد ان الاتحاد باش يكون عنده راي في الوزير بتاع الشؤون الاجتماعيه، وكذلك كان فاعلا في الاتحاد في قرارات كل الانضباطات اللي تمت في الفتره هذيك واللي انهكت البلاد والمطالبات كذلك. وربما غفلت في نعم زياد، انا غفلت فقط عن ذكر الاستاذ الصحفي السابق وزير الشؤون الاجتماعيه الذي محمد طرابلسي. فهمت؟ نحب نذكر انه محمد طرابلسي وما يخفى على حد من متابعين الاهداف الحقيقيه من وراء التعطيل نتاعو تاع نشر من اتفاقيه تاع الصحافه اللي وقع فيها عمليه نتاع تحيل، نقول عمليه نتاع تحيل لانه وقت قبل 50 هدف الاضرار بل 380 يقع الصحافه اذا لم يقع نشر اتفاقيه مشتركه للصحافه اللي سقطت عليها النقابه وتم امضائها مع كل المؤسسات الاعلاميه ومع الحكومه، وايضا في حيز التنفيذ كان ضروري ان تنشر الرائد الرسمي. شو عمل محمد الطرابلسي؟ نشر قرارا في الرائد الرسمي بالمصادقه على هذه الاتفاقيه دون ان ينشر الاتفاقيه، وبالتالي ما عملنا في حد شيء لان الاتفاقيه لن تكون على مفعله الا اذا تم نشرها كامل المحتوى بتاعها في الرائد الرسمي. نعم. كان واضح ان التمشي هذايا يريد يكتب اجنده بتاع انفراد الساحه النقابيه بفريق معين دون بقيه الاطراف الاخرى المتواجده. فنظن انه المساله اليوم ماهيش الهبوط او الحل الاول هبوط المسؤوليه، لان المسؤوليه مشتركه بين الجميع. صحيح انه في درجات متفاوته، صحيح أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية أساسية في كل الانهيارات اللي عرفها والتعقلات اللي عرفها وصار الانتقال الديمقراطي، لكن زاد الأطراف الأخرى ما تسمعش تتهرب المسؤولية بتاعها، والحل هو في عملية تدقيق كل طرف يحاول يرصد وين أصاب وين أخطأ بكل موضوعية. نعم. وبالطريقة هذه نقدموا مبادئ.